السلام عليكم طلبة الأعزاء، اليوم سوف تكون محاضرتنا عن حلقات التكرار. التكرار هو تكرار المجموع من الأوامر لعدد معين من المرات، فمثلا في بعض الأحيان نحتاج أن نكرر عملية معينة عدد كبير من المرات، مثلا حساب مجموع من المتغيرات في مادة الرياضيات قد تحتاج إذا عملناها بشكل يدوي إلى الكثير من الوقت والجهد. لذلك نستعين بمجموعة من البرامج من الممكن أن نقوم ببرمجتها من خلال الـ Visual Basic لاختصار هذا الجهد وهذا الوقت. لكن طبعاً في عالم البرمجة طبعاً حتى نقدر إنه نوصل لهكذا حلقات ولهكذا برامج، يجب أن نفهم أهم الأدوات أو القواعد الخاصة بهذه الأوامر. لدينا قاعدتين سوف نقوم بدراستها في هذه المادة، اللي هي التكرار المحدد واللي هو يمثل بالفور نيكست، هذا يسموه التكرار المحدد، والنوع الثاني هو التكرار الغير محدد. أوكي، راح نبدي بالقاعدة الأولى اللي هي تمثل لي بالفور نيكست. من يجي نريد نتعرف عليها؟ القاعدة الأولى تستخدم لعدد معروف من عمليات التكرار. أوكي، بمعنى أنه أنت تريد تحقق فد عملية معينة لعشر مرات، فبالتالي إذا هذا الآن معروفة أنه هي عشر مرات، فبالتالي راح نستخدم القاعدة اللي هي for next. الصيغة العامة لهذه القاعدة هي كالتالي: for ومن ثم متغير، هذا المتغير الغرض من عنده أنه يخزن فيه عدد مرات التكرار، عدد مرات التكرار. شو يساوينا؟ يساوينا البداية to النهاية، أيضا مقدر بمقدار الزيادة اللي هي الستيب، اللي يشوف حسب طبعا الغرض اللي أعد البرنامج من أجله. فلنفرض حسب المثال الأول الموجود عندنا، أنا شريد من المثال الأول هنا موجود عندي، أريد برنامج لطباعة الأرقام الفردية المحصورة ما بين الواحد والعشرة. إذن هسه أنا شحتاج بالبرنامج السؤال الأول إنه طباعة الأرقام الفردية ما بين الواحد إلى العشرة. من أجي أريد أسوي هنا الكود باستخدام for next. طبعا احنا حسب الصيغة اللي هسه تعرفنا عليها قبل شوية، الصيغة العامة، إذا المفروض حيكون for ومن ثم نكتب المتغير. أوكي، المتغير الذي راح يخزن عدد مرات التكرار وليكن m، البداية هي طبعاً واحد إلى عشرة، إن هو دا يريد الأرقام المحصورة ما بين الواحد إلى العشرة. هنا راح تكون هي خلينا نقول المفتاح، اللي هي من خلال الستيب عدد، أوكي، القفزة الستيب. إذا بما أنه أنا أحتاج عدد فردي، فإذا المفروض إذا إيش قد حتكون العملية الستيب؟ حتكون بمقدار اثنين. ليش بمقدار اثنين؟ لأن هسه احنا من بدينا بواحد، نضيف لاثنين راح يكون ثلاثة، خمسة، سبعة، تسعة، وراح تتوقف العملية. نتيجة ايش؟ نتيجة التغير بمقدار الستيب. برنت، طبعا اكيد برنت الام المتغير اللي احنا جمعنا به هذه القيم، ومن ثم نيكست. هنا هي النيكست شحت معناتها، بمعنى انه هسه الخطوة الأولى من واحد إلى واحد طبعها حيروح نيكست للعملية الثانية اللي هو حتكون واحد بمقدار تغير مقدار اثنين، راح تصير ثلاثة، راح يطبع لثلاثة، يعني البداية واحد ومن ثم طبع لثلاثة، نيكست يرجع من جديد، الثلاثة حنضاف لها شقد مقدار اثنين، فراح تطبع شقد بمقدار خمسة ويطبعها، وهكذا إلى أن يصل إلى التسعة، والمفروض يتوقف لكون إنه إحنا حددنا من الواحد إلى العشرة. راح نحاول نطبق
هذا الشيء بالفيجوال بيسك. طبعا احنا مثل ما تعلمنا احنا بالنسبه انه طبعا بعد يعني ما نحتاج نعيد كتابه وشلون نكتبها بالفيجوال بيسك والبروبرتيز، لان يعني اصبحت من الشغلات البديهيه. فبالتالي انا كل اللي احتاجه هنا احتاج الفورم، احتاج كوماند. طبعا مثل ما قلنا البروبرتيز اقدر بالداخل هنا اكتب مثلا الارقام الفرديه، هنا في المنتصف يعني حجم الخط الى اخره، بالضغط عليه راح نكتب الكود اللي كتبناه في الداخل. هسه حقول له اوكي ران، فمن اضغطها هنا طبعا بالبدايه 1 ومن ثم 3 5 7 9 وتوقف عند العدد 9 لكون مثل ما اتفقنا انه هو يريد فقط الاعداد المحصوره من 1 الى 10. اوكي راح ننتقل الى مثال اخر، الى مثال اخر. هذا المثال شو يريد بي؟ برنامج لادخال رقم موجب، ننتبه اذا هو شو يريد؟ رقم موجب. اوكي هذا الرقم الموجب قيمته x، رقم موجب قيمته x، وحساب مجموعة المتسلسلة، وحساب مجموعة المتسلسلة. هاي المتسلسلة راح تكون كالتالي: الاس شي يساوي لنا 1 زائدا 2 زائدا الى اخره لان نوصل الى المتغير اللي احنا نريده. حتى نجي نقدر ننفذ هكذا برنامج، طبعا لازم بالبداية نتخيل طبعا شكل خلينا نسميه الديزاين مالته. طبعا هذا الديزاين مثل ما حيكون هو عبارة عن كوماند واحد، اوكي، وايضا ايش راح نكون؟ حيكون هنا فيه تكست لعملية الادخال تكست 1 وليبل لعمليات الاخراج، اوكي، اذا لم ارد انه عملية الطباعة. اوكي فاذا للادخال تكست واحتساب الناتج شحتاج ليبل. اوكي راح نبدي هسه شلون نفكر بكتابه الكود. بما انه احنا بالبدايه هو ايش يريد؟ انه انا المفروض برنامج لادخال رقم موجب، اذا في البدايه لازم اعرف التكست. فاكس شو يساوي لنا؟ الفاليو المن للتكست 1 دوت تكست، هاي بالبدايه حتى ندخل اول قيمه. هسه شو حخليه؟ بما انه هي متسلسله، هاي متسلسله بيها عمليه خلينا نسميها عمليات الجمع، لان هو ده يقول لك وتجمع لي هاي المتسلسله. فاذا بالبدايه اسم المتسلسله لازم اضيفه، هذا الاسم مال المتسلسله اللي هو اس، ايش قد حتكون قيمته طلاب الاعزاء؟ حتكون قيمته صفر. ليش؟ لان هنا طلاب الاعزاء كانه حتكون عمليه الجمع. اوكي، لتجميع الحدود، ها هنا راح تكون عمليه تجميع الحدود. ولما خليت خلينا نسميها احنا الخزنه، هسه راح نبدي بعمليه اعداد حلقات التكرار. فشلون حصير؟ حصير نفس الحاله فور، طبعا الصيغه العامه المتغير اللي هو الاي، شو حيصير هنا؟ من 1 الى اكس، لان انا مثل ما قلنا ما اعرف وين هو الاكس، في مكان ما، بس هنا ما راح اكتب لستر، لان هو المتسلسل ايش يقول لي؟ 1 زائد 2 زائد 3 زائد الى اخره. فهنا اول شغله اذا هو اللي سواها انه سوينا المتسلسله اللي يتصل الى اكس، خلينا القيمه الابتدائيه اللي هي الاس يساوي لنا صفر. هسه راح نبدي بعمليه يعني المتسلسله وعمليات الجمع. فشو حصير؟ الاس الجديده خلينا نسميها احنا هيجي، هي من تجينا؟ من الاس القديمه اللي هي هاي، اوكي، اس القديمه زائدا زائدا مقدار التغير اللي وين حصل؟ حصل بالاي. اوكي هنا ايش راح اخليه؟ على مود العمليه تظل تحسب، تظل العمليه تحسب عمليات التكرار الى ان توصل الى قيمه الاكس اللي انا هسه احدده وحشوفكم شلون. نيكست، ومن ثم الليبل، الليبل لطباعه ايش؟ طبعا ليبل 1 لطباعة قيمة S الجديدة اللي احنا فرضناها هنا. خلينا نحكيها سبر كرياضيات، خلينا نحكيها كرياضيات المتسلسلة شلون راح تجي تحتسب. لنفترض انه انا المتسلسلة مالتي هي 6 ارقام. اوكي 6 ارقام، فالقيمة الأولى 1
شو راح تنطيني؟ راح تنطيني بما قيمته ايش قد؟ واحد. الرقم الثاني لمتسلسلة هو اثنين، فش راح يصير؟ هذا الواحد راح ينجمع ويا من؟ ويا هذا الاثنين، فينطيني قيمة المتسلسلة الجديدة اللي هي الثلاثة. هسه ايش كانت القيمة المتسلسلة ثلاثة؟ فراح تنجمع هذه ويا من؟ ويا هاي الثلاثة، فش راح تصير القيمة؟ حتصير ستة. اوكي؟ نجي هسه اللي بعدها نفس الحالة، إذا كان أربعة، لأن احنا قلنا طيب ست حدود للإكس، هي هنا دي تتمثل الإكس، هنا خمسة ستة، فالأربعة ويا من راح أجمعها؟ راح أجمعها ويا هاي الستة، راح تعطيني قيمة عشرة. هسه القيمة الأخرى اللي هي خمسة راح تنجمع ويا الخمسة، راح تنجمع ويا هاي العشرة، فش راح تعطيني؟ راح تعطيني 15. والقيمة الأخيرة، القيمة الأخيرة للمتسلسلة اللي أنا قلت إنه هي قيمة الإكس تساوي لنا ستة، حتنجمع ويا ال 15، فش راح يطلع لنا 21. من نجي هسه إذا أنا أريد أطبق هذا اللي كتبته، أوكي، حنحاول هسه نطبقه. فبالمثال هذا، هذا هو الديزاين اللي حيكون أمامنا، هذا هو لحساب المتسلسلة. عندي text 1 وعندي هذا الليبل. من أجي على الكوماند، مثل ما قلنا هنا كتبنا الكود، أجي أنفذ هنا مثل ما قبل شوي علمتكم، إذا كانت القيمة مال الأكس هي 6، فبالتالي متسلسلة لست أرقام راح نحتسبها، فش راح يطلع لنا؟ راح يطلع لنا الناتج 21. مثل ما يقولون نعيد على السريع شلون سوينا الكود والفكرة اللي مشينا على أساسها. أوكي، نكبر الحجم الشاشة. مثل ما قلنا احنا الحالة الأولى هو ايش يطلب من عندي؟ أنه ندخل قيمة الاكس. بما أنه ادخل قيمة الاكس، فإذا معناته لازم أقول له أنه الاكس يساوي لنا التكست 1. وراها شو حسوي هسه أنا؟ راح نخلي القيمة الابتدائية، القيمة الابتدائية المتسلسلة هي منين تبدأ القيمة الابتدائية المتسلسلة؟ هنا بما أنه هي عمليات جمع، فراح تكون القيمة الابتدائية مالتها صفر، فلهذا كتبنا الاس شو يساوي لنا؟ يساوي لنا صفر. ورا ما كتبنا القيمة الابتدائية الاس، هسه راح نبدأ عمليات التكرار لغرض احتساب هذه القيمة اللي هي الاس. طبعا فبالبداية نكتب الصيغة العامة للفور اللي هي انه على اساس هذه المتسلسلة الموجودة ها هنا، فور اي يساوي لنا من واحد الى اكس. إذا هنا التغير وين صار؟ ها هنا التغير وين صار؟ هنا بهاي الآي. فحتى أقدر أحتسب القيمة الجديدة للأس، شو أقول؟ القيمة القديمة اللي هي القيمة الابتدائية اللي كان مقدارها صفر زائدا مقدار التغير اللي هو هنا الآي، هيحسب أول قيمة اللي هي مثلا من واحد إلى واحد. وين يروح؟ next. وين يرجع؟ راح يرجع من جديد ها هنا. شو راح يصير؟ القيمة الثانية اللي هي ايش قد؟ اثنين. ويا من راح تنجمع؟ ويا هذا الناتج، فش راح يطلع لنا؟ حيطلع لنا ثلاثة. يرجع من جديد، وصل وين؟ وصل هنا، فيرجع next لهذا الاكس، العفو ليس لهذا الاكس، اسف، يعني هنا لهاي الفور، اسف، فراح يرجع من جديد. فإذا كانت القيمة الجديدة للإكس هي 3، فراح يجمعها ويا هذه القيمة، فراح يطلع لنا 6، راح يرجع من جديد ويا من؟ ويا الإكس، فهنا فيرجع نيكست من جديد إلى الفور، ومن ثم يحسب القيمة الجديدة اللي إذا كانت 4 فيطلع لنا 10، وهكذا الآن يطلع الناتج مثل ما قلنا 21، إذا كانت عدد القيم للإكس ايش قد يساوي لنا مثلا 6 أو أكثر مثلا 9 أو 10، شوف أنتم حسب القيمة اللي طلبت منكم لعمليات إدخالها. أوكي، الآن راح ناخذ مثال آخر، راح ناخذ مثال آخر موجود لديكم. المثال الآخر اللي وراء، اكتب برنامج لإيجاد قيمة الواي. هنا أنا عندي قيمة واي، أوكي، أيضا متسلسلة، بس هنا المتسلسلة كتبت بهذه الصيغة، كانت المتسلسلة واي تساوي لنا أوكي إكس زائدا إكس تربيع على 2 زائدا إكس تكعيب على 3 زائدا
إلى آخره زائدا x مرفوعة للn على n. فهنا يقول اكتب برنامج لإيجاد قيمة الواي في المتسلسل التالي علما أو هو منطيق في الملاحظة في نوت معين. هذه الملاحظة شو تقول لك؟ استخدم مربعي نص، إذا تو تكست، إيش عندك تو تكست لإدخال قيم الn وقيم إيش الx، قيم الn وقيم الx. طبعا هنا لازم نفهم فد شغله، من هو الثابت ومن هو المتغير. طبعا الn شو تمثل لي هنا؟ الان الان هنا راح تمثل لي اللي هو المتغير. ايش راح تمثل؟ المتغير. بالنسبه للاكس لا، هي ايش؟ القيمه الثابته. القيمه ايش؟ الثابته. اوكي، هسه راح نبدي نكتب اول شيء نصمم ومن ثم نبدي نكتب بالكود وشون نقدر نوصل له. فمن نجي هسه احنا بالنسبه شو احتياجاتي حسب النوت اللي هو انطاها لي لازم تو تكست. فبالتالي اذا انا عندي هذا يمثل لي، اسف طلاب خلينا نغير اللون، هذا اوكي يمثل لي تكست 1. هذا التكست 1 لادخال خلينا نقول قيمه الاكس، وهذا التكست 2 هذا التكست 2 لإدخال قيمة الان. طبعا حتى يكون مالتنا الشغل أكثر ترتيبا، من الممكن أني أخلي هنا ليبل. هذا الليبل شي يمثل أنه الأكس تساوي، فخلص إذن شنو معناته؟ معناته هنا هذا التكست هو يمثل لي قيمة الأكس. ونفس الحالة أقدر ها هنا أرتبه بحيث هذا التكست 2 راح يقابل label 2 اللي هو هنا راح يمثل قيمة الـ n وعملية الإدخال. أوكي، أكيد راح أحتاج text لعملية الإخراج، أو من الممكن label لعملية الإخراج. شوف أنت شو تريد. لنفرض إحنا هسا خلي راح نشتغل label لعملية الإخراج حشتغله. فبالتالي هنا من الممكن هذا يكون label 3 اللي حيكون y تساوي، وهنا حيكون ايش؟ راح تمثل الليبل 4 لعمليات الاخراج. طبعا هنا بكيفك الديزاين حسب ما انت تشوفه صحيح، واكيد لازم هذا الكود العفو الديزاين يتناسب ويا من ويا الكود اللي انت كتبته. بعد شو احتاج؟ بعد اكيد راح احتاج الكوماند. اوكي، هسه انا صممته راح ابدي ادخل هسه او اسوي الكود. طبعا من نتيجه التصميم ونتيجه النوت اللي هو انطاها لي انه بالبدايه انت لازم اتعرف للمتغيرات من هي الاكس والان. فلهذا مباشره حقول للاكس شو يساوي لنا، من الممكن اقول له val المن text 1 اوكي دوت text، هذا قيمه الاكس. ونفس الحاله بالنسبه لقيمه الواي، العفو اسف الان، اللي هي عباره عن ايضا الفاليو حتكون للتكست اوكي تكست 2 دوت تكست، وايضا انسد القوس. ايضا الخطوه اللي بعدها، بما انه هي عمليه تجميعيه وبانه هي عمليه حساب، فاذا اكيد راح يكون اني عندي ما يعرف بالاحتساب بالخزنه بالحد الخاص لعمليه تجميع القيمه. فلهذا حيكون بما انه انا اشتغلت واي، فاذا واي شو يساوي لنا؟ زيرو، حيكون لتجميع الحدود. وايضا ما دام سويت انا عمليه تجميع الحدود، راح ابدي بعمليه التكرار لكي استطيع من خلال هذه العمليه بالتجميع. فشو راح يصير؟ الصيغه العامه الفور اي شو يساوي لنا؟ ايضا من واحد الى، بما انه هو المتغير اللي راح يتغير هو الان، فاذا من واحد الى ايش؟ الى ان، من واحد الى ان. اوكي، هنا شويه يختلف عن السؤال السابق، لان هو ايش كانت الصيغه مالته؟ كانت هاي الصيغه، كانت الصيغه اللي تشوفوها امامكم، هذه كانت الصيغه. فبالتالي هنا الحد حتى اجي اقدر اكتبه بالنسبه للام، حتى اسوي حد اجمع ومن ثم اضيفه وين؟ للواي القديمه اللي هي قد كانت قيمتها؟ قيمتها كانت صفر اللي هياتها مثل ما اتفقنا. فبالتالي حتكون الام تساوي الام شو راح تساوي لنا؟ اكس مرفوعه للاي اللي هي المتغيره،
ومقسوما على اليمين على الاي اللي هو المتغير. هسه راح اجي استخرج قيمه الواي الجديده، فواي شو يساوي لنا؟ واي زائدا ام، واي زائدا ام. خلص انا جمعت القيمه الاولى، فايش راح اقول له؟ حقول له نيكست. ليش قلت له نيكست؟ لان حتى هنا ايش راح يسوي؟ راح من يرجع هاي النيكست وين ترجع؟ هنا للفور. فالقيمة الأولى ورا ما احتسبها راح يروح للفور على مود ياخذ القيمة ايش مثلا مرفوعة للتربيع بعدين مرفوعة للاستكعيب إلى أن نشوف هي توصل لقيمة اللي يختار يعني المفروض يستخرجها. ورا ما كمل عملية الاستخراج ورا ما خلصها ايش راح يجي يسوي؟ راح يجي يخرج القيمة اللي احنا نريدها. طبعا مثل ما قلنا حسب التصميم مالتك، أنا بالنسبة إلي حسب التصميم هو ليبل 5.caption. أوكي شي يساوي ان الطلاب بما انه انا مثلا كان اكو عندي فرضيه مثلا ثانيه او الاستاذ طلب من عندي انه يكون العدد الصحيح وراء رقم ذو مرتبتين عشريه، فلهذا ايش راح نستخدم؟ اكيد نتذكرها بالفصل الثالث، راح نستخدم اللي هي الراوند اللي هي عباره عن الواي ايش دوت 2. بمعنى اخر هنا حتكون هذا الناتج عدد المراتب التي ستقرب بعد العلامه العشريه فقط مرتبتين عشريتين. وأكيد ومن ثم أكتب الـ AND SUB. هسه راح نحاول نطبق هذا السؤال. هذا هو الـ Design أمامكم الآن. أوكي هذا هو الـ Design. طبعا نكتب الكود أكيد وين؟ بالكوماند دبل كليك، هذا هو الكود اللي تم كتابته وتم شرحه قبل قليل. فمن هسه اجي افتحها. طبعا مثل ما قلنا الاكس هي عباره عن ثابت لنفرض 5 او 3 او 4 بكيفك، انا هسه خليته 4. وبالنسبه للان اللي هو المتغير لنفرض 7، فمن اقول له هسه اوكي احسب لي، فانطاني الناتج بمقدار ايش؟ مرتبتين عشريه ما بعد الفارزه، كون انه انا طلبت من عنده انه يكون ما بعد الفارزه عدد المراتب هو عباره عن مرتبتين عشريتين فقط. اوكي. ارجو ان يكون واضح كيفيه فهم السؤال وتطبيقه. الان نذهب الى السؤال اللي بعده نحاول نشرحه. المطلوب عمل برنامج لحساب الحجم المولي لمادة الميثيل كلورايد باستخدام معاملة وونغ. طبعا هنا هو منطيني مجموعة من المتغيرات زائدا المعادلات اللي يطلب من عندي انه انا ادخلها وين في داخل هذا الكود. فمن اجي اريد افكر بها، اذا هو شيء من عندي الحجم المولي. اوكي حسب المعطيات اللي هسه حنسجل بعضها الاي شو راح يساوي لنا؟ مثلا 0.42748 مضروبه في اوكي الار تربيع مضروبا في التي سي مرفوعه 2.5 على بي سي. هذا بالنسبه للاي. بالنسبه للبي كانت القيم مالتها هي عباره عن 0.08664 مضروبة في الـ R أيضا في تي سي وهنا البي سي. أوكي إيش منطيني أيضا هو؟ منطيني صيغة رياضية. طبعا هاي الصيغة الرياضية مثل ما تعلمنا احنا نعطيكم كصيغة رياضية مثل ما تشوفوا لازم تحولوها بوقتها بالامتحان وكذا من كتابة الكود إلى صيغة التي يقرأها الفيجوال بيسك والتي يتعرف عليها. فهنا عندنا في اي زائد 1 اللي هي الجديده، هذه الصيغه الجديده ايش يساوي لنا؟ يساوي لنا عباره عن الار مضروبا في التي اوكي مقسوما على البي. اوكي نجي هسه زائدا بي ناقصا اجي هسه راح حيكون عندي القيمه اللي هي بالنسبه اللي بها المفروض الفي القديمه اللي راح نعتمدها عند الحل ما السؤال. فايش راح تكون؟ حتكون الاي مضروبة في أفتح طبعا قوس جديد اللي هو الفي الآي القديمة ناقصا بي ونسد القوس
ونقسمها على T مرفوعة لل 0.5 مضروبة في ال B مضروبة في ال V لل I القديمة اللي تعرفنا عليها زائدا ال B. أوكي. هو شنو طبعا منطيك مجموعة كبيرة من المتغيرات. عرفنا بعضها، عرف بعضها، مثلا انطانا قيمة الـ R يساوي لنا 83.14، انطانا قيمة الـ T يساوي لنا 416.3 K، انطانا عندنا هنا الـ PC اللي هي 66.8 اللي هي البار. اوكي، طبعا مثل ما نعرف هذه القيم هي الاحتساب، مثلا عندكم الضغط، كذلك عندكم درجات الحرارة والى اخره. اوكي، هسه بالنسبه لي اذن انا المجاهيل اللي ما عندي، اللي موجوده بالقوانين واللي شفناها واللي ما موجوده كقيم لها، هم هذول، هم عباره عن التمبرتشر والبرجر. هذول الاثنين انا ما عندي لا قيمه الضغط ولا عندي درجه الحراره، فاذا نحتاج الى تو تكست حتى ادخل هذول القيمتين. اوكي، اللي هي تمبرتشر ودرجه الحراره، الضغط ودرجة الحرارة، ومن ثم نبدأ بعمليات الحساب. أحتاج أشوف إيش كم كوماند حسب اللي أنت تصميمك وحسب الترتيبات اللي أنت راح تشوفها. فبالتالي إذن راح من أجي أريد أكتب الكود. طبعا الكود أول شيء هسه هاي المعادلات وكلها اللي انطيناها راح حتدخل بالكود بطريقة يعني طريقة الفيجوال بيسيك. أول شغلة أنا عندي متغيرات اثنين اللي هما تي، لازم ادخل اول قيمه الها، فبالنسبه شرح نقول الفاليو المن تكست 1 دوت تكست، هذا لادخال القيمه الاولى اللي هي المجهوله. هي مجهوله كونها ما معطات في السؤال، بس المفروض تعطى لك عند التنفيذ او انت تقوم بعمليه ادخالها، لان احنا نريد نحسب الفي الجديده. هنا البرجر شو يساوي لنا؟ ايضا الفاليو التكست 2 دوت تكست. اوكي، دوت تكست. نجي المعطيات اللي منطيها اللي بالسؤال، منطيني ان الار هي عباره عن 83.14، منطيني درجه الحراره هنا. اوكي، التي سي يطلع لنا 416.3، منطيني الضغط للمثيل الكلورايد اللي هو عباره عن البي سي اللي هو عباره عن 66.8، منطيني قيمه الاي هنا، الاي والبي راح اجي اكتبهم بصيغه منه، بصيغه الفيجوال بيسك طبعا، وكلها معرفه عندي لان هسه هياتها انا عرفتها قبل المعادله. بقى انتبه، انا عرفت المتغيرات قبل كتابه المعادله، يجب تعريف المتغيرات اللي هم هسه هذول اللي انا عرفتهم قبل ما اجي اكتب المعادله اللي هي مثلا للاي. الاي ايش راح يسوي لنا؟ 0.42748 مضروبا في الار مرفوع للاس تربيع مضروبا في اللي هو التي سي المرفوع على 2.5 مقسوما على كل هذا قيمه البي سي. نجي هسه بالنسبة للبي نفس الحالة، لأن هي كمعادلة وستعرفت 0.08664 multiply ولل R تضرب أيضا تي سي مقسوما أيضا على اليمين على البي سي. زين، أنا لحد هاللحظة كل اللي سويتها التعاريف والقيم الموجودة عندي كتبتها. هسه راح ابدي بالحل. احنا تعلمنا بالاسئله السابقه كنا نخلي مثلا اس يساوي لنا صفر، الكي يساوي لنا صفر الى اخره. بس هنا انا ايش راح اقول له؟ حقول له الفي يساوي لنا واحد. ليش واحد؟ لهنا هو عمل مقارنه. هنا هذه الطريقه لعمل مقارنه بين قوسين احنا نسميها تراي اند ايرور. ليش؟ هذا هنا انت ما قاعد تطلع فد قيمه معينه فقط، وانما هنا انت تحاول تطلع فد عمليات مقارنه. فلهذا انا ما اخلي قيمه الصفر، قيمه الصفر في اي عمليه ضرب وقسمه ايش راح تكون؟ حتكون لا شيء، صفر. اوكي؟ فبالتالي ما تفيدني، فلهذا ايش راح اخلي؟ حتكون في يساوي لنا واحد. هسه اجي اعرف بالنسبه للفور حتكون نفس الحاله، المتغير الاي في يساوي لنا من واحد الى 100. زين، اوكي، السؤال لكم طبعا ليش الى 100؟ ليش الى 100؟ هل ممكن انا مثلا اخلي اكثر؟
هذا السؤال بالنسبة لكم، وتردون علي من إن شاء الله نلتقيكم بالميتينج. أوكي، ولا ما خليت هسه أنا عمليات الميت هسه يا الله، آسف، عملية التكرار هسه لازم شو أخلي؟ هخلي المعادلة الرئيسية لحساب قيمة الفي الجديدة، فلهذا حتكون الفي يساوي لنا، أفتح القوس كالمعتاد مثل ما قبل شوي أيضا نكتبه بصيغة الفيجوال بيسك، الآر مضروبة فيه هنا التي مقسوما على البي، أسد القوس الأول زائد البي ناقصا الأي مضروبة فيه هنا البي ناقصا البي، وإلى آخره تكتب المعادلة، تكتب المعادلة. أوكي، ما نقدر نعيدها، هذا هسه شو حقول له؟ حقول له نيكست، بمعنى انه انت من تخلص مثلا، انا قلت له 100 مره عمليه التكرار، من حيخلص الحساب الاول راح يرجع وين؟ يكرر من جديد، ولا ما راح يخلص من جديد، النتيجه اللي راح توصل الها من توصل لل100، اذا هذا الريزلت ايش راح اقول له؟ حقول له اوكي هذا الريزلت. طبعا ليش خليت الاس دولار؟ حتى اقدر اربطه بعد شويه هاي القيمه الرقميه، رغم هي تظهر قيمه رقميه، ويا من يعني اقدر اربطها، حتى اقدر اعاملها ويا من ويا معامله النصوص، حتى اقدر اكتب يمها الوحده، الوحده اللي تقيس خلينا نقول الحجم المولي. فاذا فش راح يساوي لنا؟ حيساوي لنا هنا راوند الفي خط، خلينا نقول ايضا مرتبتين ما بعد الفارزه بالليبل، بالليبل طبعا مثل ما قلنا هذا حسب الليبل اللي الديزاين اللي انت سويته، ايش راح يكون هاي القيمه اللي استخرجتها انا اللي هي ريزلت. اوكي، ايش بيها طلبتي الاعزاء؟ طبعا بالاس دولار حتكون زائد، طبعا ليش كلمه زائد؟ لوضع الناتج ويما اللي هي علامه ايش؟ الوحده، وإيش الوحدة اللي قياس، وحدة القياس. زائدا أفتح قوس، لأن إحنا مثل ما قلنا هو إذا ما العفو تو كوتيشن، آسف، وليس قوس تو كوتيشن، إذا ما خليتها بين تو كوتيشن ما راح يفهمها هاي شنو. هسه من حتخليها زائد ومن ثم تو كوتيشن راح يفهم كأنه هاي صورة، تعال خليها بهذا المكان اللي هو سنتيمتر مكعب مقسوما على إيش المولات. كملنا هسه هذا and sub. نجي نحاول نطبق هنا هذا هو الديزاين اللي تشوفوه امامكم بالكوماند، كتبنا هسه القانون وكذلك الكود اللي احنا نريده، هسه راح نقول له اوكي نفذ. القيمة الأولى بالنسبة لدرجة الحرارة مثلا نفرض 67، بالنسبة للضغط مثلا نفرض 45، ومن ثم هسه راح نقول له أنطينا القيمة، فكانت الصيغة بهذه الحالة. خرج مثل ما يقولون القيمة، وبالجوار من عندها ايش؟ بالجوار من عندها اللي هو الوحدات. اوكي، الحالة اللي بعدها، الشيء اللي راح هسه وصلنا له هسه النوع الثاني من قاعدة التكرار. احنا طبعا قلنا قبل شوية هذيك اذا كان التكرار محدد. اوكي، القاعدة الثانية اللي هي الدو لوب، هنا ايش راح يصير؟ تستخدم في حالة عدم معرفة لعدد مرات التكرار المطلوب، ويتوقف عن التكرار عند تحقق شرطا ما، فشرط معين لازم أنا أخليه حتى يتوقف عن التكرار. طبعا هناك صيغتين، هناك صيغتين، الصيغة الأولى لهذه العملية اللي هي مثل ما قلنا اللي هي عبارة عن دو ومن ثم الجملة أو مجموعة الجمل التي تنفذ لمرة، انتبهوا، لمرة واحدة أو طالما كان الشرط صحيح. ما دام طالما الشرط صحيح أو تنفذ لمرة واحدة فراح تكمل الشرط، راح تروح وين؟ لوب وايل، ومن ثم إيش الشرط اللي أيضا لازم يتحققه. هاي الصيغة، هاي الصيغة رقم واحد. الصيغة رقم اثنين
الصيغة رقم 2 هنا ايش راح تصير؟ حصير كالتالي، حصير دو وايل، اوكي، الشرط